وذكر يعني عظ بالقرآن كما جاء في آخر سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، عظهم بالقرآن. وكم يتأثر الإنسان إذا سمع القرآن بصوت مؤثر من شخص مخلص في قراءته، تجد يتأثر تأثر بالغ، هذا إذا كان فيه شيء من حياة. والقرآن مؤثر مؤثر، يعني جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور كاد قلبه أن يطير وهو كافر مشرك ما أسلم. فالقرآن مؤثر إلا إذا كانت القلوب أقسى من الحجارة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكما يقال الجبل ما ألين لأحد، الحجارة ما ألينت لأحد، بينما الحديد ألين لداود، ومع ذلك الحجر الذي ما ألين لأحد يلين له القرآن. أكثر القلوب فيما نعيشه ونعايشه أشد من الحجارة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما هو كل الناس يتذكرون بالقرآن.